اليوم حلقتنا مميزة وخاصة مع أصوات تحمل معها روحانية. بيقولوا الترنيم هو صلاة والإنشاد هو صلاة. يعتبر الإنشاد الديني المصدر الأساسي لفن الغناء العربي، وللإنشاد الديني قصة تؤكدها كتب التراث بأن بدايته كانت مع بداية الآذان، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الندية في الإنشاد بالأشعار الإسلامية. اليوم بصرنا نرحب بضيوفنا السيد عدنان الحلاق والسيد عامر الحلاق والسيد محمد المدني لنسمع أكثر ونتعرف على الإنشاد الديني. صباح الخير جميعا وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير. يسعد صباحكم كل عام وأنتم ألف خير. يعني بداية أستاذ عدنان رح نبلش معك، تخبرنا أكثر عن الإنشاد الديني. يعني أكيد أنت ضيفنا بعدة مناسبات كنت موجود، ويعني غني عن التعريف. بنحب نذكر انه شارد باب الحاره الشهيره من طبعا غنائك. خبرنا اليوم عن الانشاد الديني، وخاصه اليوم عندنا مناسبه خاصه وراس السنه الهجريه. اول شيء نعاد عليكم الصحه والسلامه، كل عام وانتم بخير خير بمناسبه السنه الهجريه. اهلا وسهلا فيك. اللي قليل من الناس بصراحه ما بيعرف شو هي السنه الهجريه. صحيح. سنه عظيمه ان شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. موضوع الانشاد السوري الحمد لله في بلاد الشام كثير منيح، بقية عن صحيح دول أخرى مميز. يعني بصراحة حتى بغير مميز بلدان بحفلات، وتلاقي واحد بيفتح محل بيساي مولد، بيخطب بيساي مولد. صحيح. يعني بيجي مولود بيساي مولد. هلا موجود العادات بصراحة مو موجودة خارج البلد، يعني الحمد لله رب العالمين. نعم. وكل مناسبة عدن مؤاخذة لها موشحات لها. صحيح. مناسبة الهجرة هلا بصراحة كنا عم نحضر احنا والاساتذة شو بدنا نشتغل بمناسبة اي السنة الهجرية، وان شاء الله بتسمعوا شيء بينال القبول باذن الله. معناتها قبل ما نتحدث هيك مع المجموعة الجميلة اليوم طالعين كثير هيك طقم جدا جميل بصباحنا، بدنا نبلش هيك بشغلة نسمعها منكم. يلا اوكي يلا. يا من يعلم مدى طويلي أستر ما أنت به أعلم، يا من لعلاه مدى بيدي أستر ما أنت به أعلم، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفو وكلا يندم، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفو وكلا يندم. الله يا رب الله رسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم، لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم، لحق الأعداء به يوما وشك صديق له بألم، لحق الأعداء بيوما وشك الصديق له بألم، فاختار الغار ليختبئ ودعا الرحمن لكي يسلم، فإذا Yeah.
ألف عافية. وأكيد يعني نحن فخورين إنه عنا لسه هيك فرق مهمة فعلاً عم تحيي المناسبات الدينية بأبهى حلة وصورة. خبرنا اليوم يعني عامر ومحمد من فئتك وأعدف ما يهمك اليوم خبرنا عن المشاركات اللي عم تقوموا فيها اسم يمكن الفرقة الوهاب أحييتوا العديد من الحفلات هالسنة. كيف وضع الإنشاد الديني الاحتفالات بسوريا أو خارج سوريا اليوم؟ شو عم تقدموا شيء جديد اللي بده يبدأ؟ تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية بتشكركم على اللقاء الجميل، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا بالقبول. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بألف خير، وعلى بلدنا الحبيب إن شاء الله بيعم الخير إن شاء الله. بداية الإنشاد بسوريا هو سبحان الله له بصمة خاصة، يعني وخاصة ببلاد الشام أو بدمشق تحديدا. نعم. يعني نحن ربينا على الإنشاد، ويعني كتير كان من الفرق كان إلى بصمة مهمة جدا. صحيح. بالبلد بالإنشاد، لا سيما أنه نحن مثل ما تفضل الأستاذ عدنان بالبداية أنه بأي مجال أو بأي مناسبة يعني بيحبوا الناس يعملوا احتفال مولى. لا شك أنه كل احتفال وكل مناسبة إلها أشغالها وإلها يعني بصمتها الخاصة. نعم. والحمد لله نحن يعني إلى الآن بهالوضع اللي نحن فيه إلى الآن ما زالت الناس يعني بدها تحيي أعراسها. صحيح. بالإنشاد، مولود مثلاً إنشاد، المناسبات المهمة، المناسبات الدينية كلها يعني إلى بصمتها بالإنشاد.
ونحن الحمد لله شاركنا بكثير بعديد يعني وكم كبير الحمد لله باشغالنا في مناسبات كبيره من خلال تلفزيوننا الوطني الحمد لله من خلال قناه نور الشام وعلى قناتكم المباركه وكان لنا الشرف المشاركه اليوم. نحن بنتشرف فيكم اكيد اليوم ونحن عم نسمع صوتكم صوت حضرتك والعزف يعني في تناغم بيناتكم مثل ما بيقولوا دائما بس يكون في هالمحبه وهالالفه بيطلع الشغل احلى وبيطلع يعني دغري هيك بيوصل للقلب عن جد ونحن عم نسمع مو مجامله عن جد مثل ما بيقولوا اشعر بدن الواحد جدا جميل ودائما الانشاد له خصوصيه خلينا نوجه سيد عامر حضرتك سيد عامر له خصوصيه نظرا لانه هو يناجي الله وهو صلاه يعتبر ايضا نحن عم نصلي لرب العالمين ولكن باسلوب اخر مع موسيقى. احكي لنا قديش هيك بتعطي من روحك وقت تكون بمجلس معين او بمناسبه معينه؟ تمام الله يعطيكم العافيه وان شاء الله كل عام وانتم بخير نعاد عليكم وعلى البلد ان شاء الله بخير وسلامه. ونحن بهالحلقه الحلوه الجميله هاي باستضافتكم كان لنا الشرف الكبير طبعا بالجلوس معكم. اهلا وسهلا بكم. بالنسبه للانشاد والروح اللي ناخذها نحن بالحفله طبعا نحن في عندنا الاستاذ عدنان الله يديمه ويبارك فيه يعني عنده ما شاء الله موسوعه كبيره من القصائد فبيحاول هو كل مناسبه يعطيها حقها بالقصائد تبعها اللي فعلا يكون الكلام مناسب للمناسبه اللي هو عم يحضر فيها. فنحن وقت بيكون فيها التحضير هذا من الاستاذ عدنان والتجهيز ف ترتاحوا تمام بيعطينا راحه نفسيه كثير كبيره وانت عندك يعني تركيز بالدف وكمان بالمشاركه فنحن بناخذ دائما بناخذ يعني فصل حواس اشغالنا بناخذها من الروح اللي بيعطينا اياها هو الراحه النفسيه اللي بيعطينا اياها الاستاذ عدنان فلذلك تلاقي اندماج الايقاع تلاقي اندماج الايقاع مع العزف عم يعطوا روح كثير حلوه بالنهايه هذا قليل تشوفيه بصراحه انه واحد يعزف في انسجام اللي كان ايقاع يا كورال صحيح وان ما شاء الله يجمع بين الطرفين من الاخير الله يديم طبعا بدك تمدح من الاخير اعطيك الله يديم سوريا بجاهنا بالحفلات يديم هالسرور بالبلاد ويديم هالعادات الدمشقيه الحلوه ما في اروع من هيك نضل عم نحافظ عليها وهذا الشيء اللي نحن هو ارثنا وتراثنا وحضارتنا ونتمنى انه تندعم اكثر واكثر ان شاء الله عن طريقكم وعن طريق القنوات أكيد. الجميله يعني يصير دعم اكثر بصراحه من يعني ما حنقول اكثر من الطلب بطلب طلب اكيد 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 يعني نحن عم نحاول بالشراكه معكم. نحن بدنا نسمع شيء كمان هلا يمكن كمان العالم كثير براس السنه الهجريه بتتفائل اليوم مزبوط. كمان ما بعرف خبرنا شيء هيك انشوده جميله هات سيدي افتح لنا يلا كمان بدنا نسمع اغنيه باب الحاره كمان في باب الحاره عام هجري قد أقبل فاجعله مؤتلقا أجمل يا رب يا نملأه بأزكى طاعات ترضيك ويا رب تقبل أكرمنا فيه أكرمنا فيه بغفران وعلينا وعلينا بالعفو تفضل وأعنا نهجر ما يزري فينا ما نعلم أو نجهل
ومحرم بالخير علينا باليمن أعده بما نأمن ومحرم بالخير علينا باليمن أعده بما نأمل يا رب يا رب يا 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 الله طلع البدر علينا من ثاني
عن جد يمكن رب العالمين وقت بيعطي هيك بيوزع الملكات على البشر بيميزهم بقصص معينة، وما شاء الله يعني على هالصوت الله يحمي لك يا. ونحن عن جد يعني في هيك مثل ما بيقولوا سلطنا بهذا يعني الإنشاد. خلينا أيضا نحكي دائما هيك بتحضروا شغلات إذا كان في مناسبات يمكن معينة بتم التحضير لها الاتفاق عليها ولا لا؟ نحن منروح هيك دغري. هلا بصراحة يعني إذا حفلة بصراحة كانت مهمة كذا، هلا نحن بتجينا كانت حفلات سابقا قبل الكورونا، هيك الله يخلص المرض بخير السلامة ونرجع نسافر، كنا كتير نسافر فعلى طول موضوع الحفلات الخارجية كنا نحضر لإجباري يكون إنه يعني تحضيرات معينة. حتى كل فترة دائما نعمل بروفات وأشغال جديدة. البروفات قائمة إلى الآن يعني دائما يكون عندنا أشغال جديدة وتجديد أشغال. بدك ترضي جميع الأطراف، يعني في ناس زواقة بيحبوا يسمعوا الشغل اللي تقيل، إحنا في عنا مخزون كبير بالنسبة لإنشادنا السوري. ويا للأسف في كتير عالم بيحبوا التقطيع، يعني بيقولوا لك إنه نحن متعودين على الشغلات الدقيقة. لا إحنا مو مشكلة. نسمعكم أكيد ما رح يغير الأصوات. بالنهاية بنعطي لكل شيء له خاطره. يعني بنسمع أول شيء إحنا بالنسبة لفقرة الإنشاد إحنا كأعراس كذا بنشتغل أول شيء موشحات دينية شغل سلطنة رواء، بعدين ننتقل شوي شوي على الموشحات الأندلسية على الطربية. نعم. بعدين نختم أم كلثوم ولابد من آخر شيء من باب الحارة يعني تكون يعني أكيد بنرفع الرأس فيكم وفخورون فيكم أنه محافظين على هالإنشاد الديني اللي هو جزء من عاداتنا وتراثنا الدائم الموجود تماماً. وخاصة أنه هو في يعني الطلاقة باللغة العربية والروحانيات اللي نحن هلأ بحاجتها كتير. أنا بدي أتشكركم، كنا نتمنى يكون معنا وقت أكتر لنسمعكم بأكتر قدر من الأناشيد الدينية، مش إن شاء الله بمناسبات تانية بتكونوا حاضرين معنا. كل عام وأنتم بألف خير. أنا بشكر استضافتكم الجميلة وإن شاء الله هيك موفقين بحفل يعني. أكيد أنا بحكي باسم الشباب يعني. أهلا وسهلا فيكم. بدنا أكيد نتشكركم، بدنا نتشكرك أستاذ عدنان عامر ومحمد المدني، شكرا كثير لكم نورتوا صباحكم. شكرا. أهلا وسهلا.